بدك المصاري ما هيك؟ بيوصلوك خلال 10 أيام، منيح؟ ما تاكل هم. بس 25,000؟ العمى. أوه العمى. خليني ورجيه على طول، قاعد لا شغلي ولا عملي. بوبي بوبي لك شو عم تساوي؟ السيد كارسان بده ساوي شي بقى. أنا اللي رح ساوي. شو اللي رح تساوي؟ عم فكر بشغلات حلوة. لك أنت فكر بالشغل يا بوبي، بالشغل. هذا اللي عم بعمله الطريقة الرسمية، وبعد شوي رح تصير عفوية. كيف؟ بشغل مثل هاد. شو هاد؟ بوسات. ايه شو قصدك؟ هيك قصدي. طيب بكفي بوبي، انا من غير شي كرهان حالي هلا، لانه بوجه ركبت علي كتير ديون من ورا تصليح البيت والمكتب. بالفعل انت حلوة. طلع 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 فواتير. ما بتعرف انه الزواج مثل الورشة؟ الرجال بيشتغلوا والنسوان بيصرفوا. شفت؟ جو لك شو هالموسيقى هاي؟ فهمني شو عم بيصير هون؟ لازم الواحد يكون مزاجه رايق ليصمم. وقفة وقفة، هالموسيقى مريحة. مريحة؟ إذا بيجي راج وبيسمعها رح يصير بدك مسكن لتروح الوجع. المهم الحمام جاهز؟ إيه تقريبا. حلو. مدام إليلي، أنا واحد من أحسن مصممي الديكور بهالبلد، بس ما بعرف ليش هالقاسي بيكرهني هيك. ما تحكي عنه بهالطريقة، هو مانو صعب وقاسي. أوه مانو صعب ما؟ أنت بتزعلي عليه مدام. الله يكون بعونك. أنا كمان كنت مجنونة مثلك، وكتير كمان، وكنت حب هاي الموسيقى كتير. بس بالحقيقة من لما تعرفت على راج كل شي تغير وراحت هديك الأيام. تشرب قهوة؟ أكيد. تشيلي جاية. شو بحب اسمعها لهاي الكلمة. لكني جيت. كيف بعمل لك مدام؟ كيف؟ وين بدك أعمل لك مدام؟ شو عم تحكي؟ أنت بتحبي أعمل لك مدام؟ تشيلي اسمعي، بيقولوا تفضلي، شو بدك اعمل لك مدام؟ صح. ولا نسيتي الدروس اللي تعلمتيها؟ انت رحتي على السوق مدام؟ ايه رحت. حلو كتير. تشيلي هدول ماركة مدام ما هيك؟ طبعا. تشيلي تشيلي هي ما فيكي انك تقولي عنا ماركة مبين عليها بالي. ايه نفس الشي. انت شو عندك اليوم المساء؟ قلي شو قالت لك بصوت واطي؟ تشيلي جيبي قهوة يلا. حاضر مدام. قهوة بلاك. امرك مدام. أنا بموت بالبلاك. أنا بموت بالأسود. لك شو عم تعمل بوبي؟ فهمني شو عم تسوي؟ ومين هاي؟ ها؟ شو هاد؟ ها؟ هاد بيقولوا عنه التأسيس يا صاحبي. في حدا مدبر لي موعد معه اليوم المساء. بوبي أنا كتير آسف، بس المساء عندك موعد مع زبون، وبتعرف هذا الزبون كتير مهم، ولازم تأسسه بشكل مميز لتعرف تستفاد منه. وراح تروح؟ أكيد رح روح. برافو شطور. بس مو لهنك. معقول تنزعلي أحلامي ومخططاتي كلها هيك؟ شوف كل القصص يلي بيناتنا واضحة، ومن الأول كنت أنت الشريك يلي بيشتغل، وأنا الشريك يلي بينام عطول. إيه مزبوط، بس لما بيعرفوا هالفراشات الحلوين انه ما فيك تقدم لهم مصاري بتكفي لحتى يشتروا هالقصص، تأكد انه رح يطيروا. هذا الحكي وقت يكونوا فراشاتي بدون مصاري مني، بس هنن ما بدون غير العواطف. طيب بوبي قل لي انت كيف بتزبط هالقصص هيك؟ هذا السحر بوبي تشافلة يلي ما بيخيب. بس انا رح اقدم لك هدية. رايح شي على موعد مدبر؟ بنوب. وانت حابب تروح وتجرب هالشي؟ هلا انه حلو حلو حلو، لكن انا رح لاقي لك بنت عمي. شو هالمسحه الحلوه عن جد، شو هالمسحه الحلوه. قصدي ليك فكر فيها شوي، يعني طلع على حالك بوبي، انت عندك مره حلوه ومتفهمه كتير وبتسمع كلمتك، وهي بتدللك كتير كمان. هو قصدي انه متعاوني معك. هاي فكرتي، في كتير مواصفات وكتير نسوان كمان، بس القوانين ما بتسمح الا بمره واحده، فشو نعمل؟ منتركهم هيك يطيروا منا؟ اي بس انا اللي قصدته بحكي مرتك الوحيده بريندا. مصيبه يا حبيبتي، مو معقول منين اجتني هالمصيبه، ما رح تصدقي. مو معقول. تعي 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 عادي بسرعه. شو صاير؟
قولي لي بالأول، راج وبوبي بمكاتبهم ولا لا؟ مثل العادة بمكاتبهم، عم يشتغلوا على فشلهم. صار لهم 3 سنين وما نجحوا ولا بشغلة واحدة. وأنا من زمان ما تسوقت ولا شي جديد. أنت مهمة غير تتسوقي؟ فكري بمشاريع عليها القيمة، مانك متضايقة؟ لك أنا رح أطق. كتر خير الست ميهرة اللي ساعدتني لحتى غير كل شي بهالبيت، يعني المشاعر والهالة والديكور والجو وكل شي حوالي لحتى أكون قاعدة مرتاحة. خدي نفس ولا حرف. اليوغا بتهديكي، خدي نفس يلا. أنا مو مهتمة باليوغا. خدي شهيق. زفير. شهيق. برندا، امتى رح تقولي زفير بقى؟ هالشي مو مهم. بس أنا معي ربو. الربو مو مهم. يعني ممكن موت يا غبي. كمان مو مهم هالشي. كيف؟ ايه بوجة، المهم انه الليلة في عنا عشا عمل. ايه صح، هالشي كتير مهم وبتمنى ننجح بهالصفقة ونرتاح. رح تنجحي فيها، رح تنجحي، عم ادعيه لك. شو قصدك بتنجحي؟ انا قصدي ما رح اجي على العشا. شو؟ لانه يعني شو بتفرق كل هالسنين نفس الاعلانات ودعوات العشا المملة؟ هاد مو جوي. وغير هيك كمان انا عندي مخططات تانية المساء. شو هالمخططات؟ هاد يلي بدي احكي لك عنه، بس مو هون. بوبي وراج ممكن يجوا بأي لحظة على غرفة النوم. تعي تعي. بس استني. لك تعي يلا. ايه طيب بس استني. شوفي. مو معقول، تخت كتير حلو، بيجنن. حلو ما هيك؟ حلو كتير، لو سمحتي فيني دشنه. انتي وبوبي بدكن تغيروا التخت ما هيك؟ بوبي شو يا جدبة، انا وهاري بدي اعمل تغيير. مين هاري؟ حكيت لك عنه، شو نسيتي؟ هاري بالسينج، استاذي باليوغا. هو ما غيره؟ ايه، تخيلي عندي موعد معه الليلة. وبكل جرأة عم تقولي انه في عندك موعد معه؟ يعني عم تخوني لبوبي؟ كتير بتزعل الطريقة اللي عم تخونه فيها. ليك يعني انا بعتبرها مثل مباراة تدريبية بتساعدني على المباراة اللي بيلعبها مع بريندا بالبيت. تن يعني لمصلحتها. اوه، انت قصدك انه هي المباراة تبعك لمصلحة بريندا؟ عم تعملي علاقة مع أستاذ اليوغا تبعي؟ ايه، وحتى تأثيره كتير قوي يا حبيبتي. وحتى تأثيره كتير قوي يا حبيبي، قصدي الطريقة يلي بتكتب فيها والطريقة يلي بتحكي فيها واختيار الكلمات، يعني هي بتقلك شو الوقت يلي بدك يا انت وامتى بدك يعني يكون انا المسيطرة واتوحش. شو الوقت اللي بدك يا حلو؟ شو الوقت اللي بدك يا انت وامتى بدك تكون المسيطرة وتوحش؟ افكار قوية. هلا كنت عم فكر بما انك رايح تشوف الزبون المساء وانا رايح على كاجوراهو، شو فيها يعني اذا اخذت مفاتيح بيتك؟ لا 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 بريندا، مستحيل. كرمالي بو. لا بوبي، قلت لك لا. بس انا عطيت العنوان ومشي الحال يا صاحبي، كرمالي. شوفي انا ما بظن انه بوبي هيك ابدا، قصدي هو بالحقيقة حديثه حلو وكمان رجال كتير محترم. عن جد؟ بتعرفي شو؟ بعرف هو أي نوع من الرجال المحترمين. هو كذاب كبير وانتي بتعرفي هالشي منيح. وانتي بتعرفي كمان اني كنت زوجي مخلصة لبوبي تشاف لكل هالسنين. بس خلص طفح الكيل منه. يعني بريندا ما بتشك بطلعاتك بالليل؟ لا ابدا، بالعكس، هي مرة متفهمة وبتحترم كتير الجهد الكبير اللي عم بعمله بهالشركة، شركتنا قصدي. وكل ليلة والتانية بضطر اطلع لسلي الزباين المهمين. بتسلي الزباين المهمين اللي ما من موجودين اصلا؟ ايش فيها؟ معقول بريندا شايف انك بطلتي تحبيه؟ لو سمحتي ما تحكي هيك عنه، لاني عن جد بحبه، بحبه كتير، مثل ما بحب سكرتيرته وموظفة الطباعة وموظفة الاستقبال، وبتعرفي شو؟ كمان طبيبة الاسنان تبعه. هي اللي بتمنى انه تقلع له كل اسنانه وما تخلي له ولا سن واحد. لك بوبي، ما انا خجلان من حالك انك تتورط مع كل هالنسوان هاي؟ طبعا خجلان ومتوتر بشكل كبير كمان. وصل عددهم ل 269 بنت من فترة قصيرة، وهلا ما في غير 69. 69 مسكين. بس رقم قياسي نسبيا. قياسي بشو؟ بصحتك. بس هو شخص رومانسي ولطيف بشكل ما بيتصدق، فوق الخيال، عكس بوبي تماما. طيب ليلي، هلا لوين وصلتي بعلاقتك معه؟ الحقيقة ما وصلنا للأخير. مو معقول. بس صار بيناتنا شوية دلال. شوية دلال؟ ايه، بتعرفي شو الدلال ما هيك؟ بعرفه، صار لي 10 سنين متزوجة. ولهيك تماما عم اسألك. آسفة.
طيب يعني ليش ما بتاخذوا غرفة بأوتيل؟ خلص لأنه الأوتيلات باردة وما فيها خصوصية ومملة. وبفضل الراحة ببيتي أكتر. قصدك الراحة ببيتي أنا مو ببيتك. الرومانسية بدها دفى وجو خاص كتير، وأنت بيتك دافي. رومانس ودفى ببيتي؟ عم تحكي جد؟ لك شو عم تساوي؟ يلا بسرعة. لك بتعرف إنه هاي هي مشكلتكن كلكن؟ لك فهموا النسوان ما بيحبوا السرعة أبداً. السلحفة هي اللي بتفوز بالسباق. صحيح. أي ساعة رايحة؟ حوالي الساعة 8. مو قلت لك الساعة 8؟ خلص 8 يعني 8 كلام نهائي. ما فيك تستخدم بيتي مشان بنت تعرفت عليها على التليفون. لا تقول هيك، لأنه مو إذا حكيت معي ورجعت دقيت لها وحكيت معها بكون تعرفت عليها على التليفون. بكل الأحوال لازم تعرف شغلة، بوبي تشافلا ما بيدفع للبنات. بوبي تشافلا ما بيدفع أبدا ولا لشي. ليكو إجا بوبي. شيلي شي نشربه. وبده يشرب ببلاش. واحد مشان الرواق. واحد مشان الرواق. استاذ بدي اقول لك بخصوص الحمام. استاذ بيتي. شو قلت؟ اسف استاذ امتي. شبك مو بيتي ولا امتي، هي بي بيتي يعني بوبي بوشان شافلا با واو واو تانية وباء ويا. بس انت متأكد بخصوص اسمي؟ ايه في واوتين بوبي. لا مو هي. لا 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 ليش؟ هي بوبي باء واو باء وباء تانية كمان. ويا صحي ليش؟ ايه صح صحي. ليش انت هون؟ استاذ كان بدي ورجيك تصميم الحمام وقلك لا 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 مو اليوم، خليه للجمعة. استاذ ما نحن اليوم الجمعة. معناها شي يوم جمعة تاني. بصراحة أنا عن جد ما عم بفهم أنه ليش مرتي لتحط مصمم داخلي للبيت مثل هاد. استاذ مو مصمم داخلي. مصمم ديكور. شو الفرق يعني؟ الفرق حسب قياس الفاتورة. تفرج. ألف روبية. لا أستاذ انتبه منيح، لسه في صفر هون. 10,000. شو؟ بهنيك. شكرا أستاذ، شكرا لك. أنا رح أدفع من حساب الشركة. أنا برجيك. أستاذ أستاذ انسى كل هذا هلأ وتعال اتفرج على الحمام. اسمع رح يطير عقلك. خلينا نشوف. يلا تفضل لنشوف حمام العشر تلاف روبية. يلا. رسالة حب، رسالة غرام. مكتوبة بالإيد. بهاي الأيام معقول؟ إيه عن جد حلو كتير. مو هيك؟ إلى عزيزتي الغالية وجنتي الموعودة دقيقة لمنها. شو قصدك يعني؟ بظن إنه هالحكي بيوصفني تماماً. إيه مزبوط. صار وقت وضعيات اليوغا يا ملاك الأنوثة أنت. لما بتكوني عم تعملي حركات التمارين ما فيني هدي حالي، وخصوصي لما تمسكي السهم بهديك الطريقة. نحن لازم نلتقي لأنه ما عاد فيني أتحمل. مين بيحكي هيك بريندا؟ هاري بالسينك. فتنتيني كتير لما عملتي تمرين الفراشة. مو تمرين الفراشة، وضعية الفراشة. ايه هاي الوضعية حلوة. ايه شوفي تركتيني عم بلهت بقوة مع لحظات بتجنن وقت اللي عملتي حركة ال شوفي شوفي هاي الحركة. بريندا زيادة السرعة زادت أعجابي فيكي، والظروف كمان سيئة كتير، بس متشوقة كتير لحتى أشوفك مثل الوردة. مشتاقة أشوفك ببيت رفيقتك. ايه ببيتك. رح نضيع ونحن عم نعمل تمارين المعدة لنوصل لشي المثالي، ورح ننهيهم بالأخير بوضعية الاسترخاء. ايه استرخاء. عم يقول حب مجنون ودافي وبوسات لطيفة من هاري سينك ابنه لشعراء البرانيش وديولسي. مين بيكون هاد؟ اللي بيحرق لي حريراتي. وأنا بدي مين يحرق لي حريراتي؟ أكيد بو، لازم يصير عندك حبيب، حبيب يحبك ويدللك كتير ويهتم فيكي ويضيع بعيونك البنية الحلوة اللماعة. هذا اللي عم قلك عنه يا حبيبتي، حدا ينبهر بكل شي بتعمليه ويطيرك. بتعرفي شو؟ انت بس روحي لقيلك واحد يحبك. لك روحي. أنا؟ معقول؟ شو انت جنيتي؟ شو فيني؟ في حدا بيرضى يتطلع فيني؟ مزبوط ما حدا بيرضى. بريندا آخر مرة نكزني فيها حدا على الفيسبوك. ايه وهلأ هو عامل لي متابعة. قلتي متابعة؟ وين؟ على تويتر.
أعطيني المفتاح. شوفي ما معي إلا مفتاح واحد زيادة. هذا المطلوب. انتبهي منيح. ماشي ماشي. معي مفتاح زيادة. شو؟ أنا بحب المفاتيح. اليوم رح أخذك رحلة حلوة. أنا بموت بالرحال. حلو. واحذري شو اليوم رح نستخدم تخته للختيار اللي صممه سبع الشباب جو. في مشروب؟ لا. شوكولا؟ لا. فريز؟ لا. كريمة؟ لا. ما في شي بالبراد أبدا. روحي شوفي. أوه بالمناسبة بتعرفي شو عم تروحي عليكي؟ يعني تطلعي على حياتك وزواجك مو من لوناشف. بكل الأحوال الزوج بالعادة ما بيضل حبيب مثل مو مفكرة. كيف؟ يا حبيبتي يعني معقول مفكرة إنه راج بعده مخلص لإلك؟ إيه طبعا مخلص وما في منه. عم تحكي جد؟ وعنده شريك مثل بوبي؟ عن جد؟ طيب خبريني أنت كيف علاقتك معه؟ شو هالسؤال اللي عم تسألي؟ كل يوم؟ سكتي بقى. أوه فيني قلك وبكل ثقة مو أكتر من مرة بالشهر. بريندا هالشي مو شغلك. لك شبك؟ النسوان بدهن عواطف ليقدروا يطيروا ويعملوا علاقة، أما رجال فما بدهن إلا مكان فاضي. راج أكيد عامل علاقة مع وحدة تانية غيرك. مو مزبوط. وبتعرفي وقت اللي زوجك بيطلع بيسهر كل ليلة بيكون زوجي المسكين قاعد بالبيت عم يقرأ كتب عن الأولاد. ليش لهلأ ما جبت أولاد لكان؟ بريندا لك شو قصتك؟ اطلعي على حالك شلون بدك يعني اسكت؟ شبك؟ لبسي تياب مثل الخلق وروحي على النادي وحطي مكياج وغيري طريقة حياتك بالكامل وحسي إنك حلوة وطالعي هاد الجمال لبرا يعني مثلي أنا. طلعي حسي بحالك أو رح تخسري على الأخير. لبسي تياب تبين مفاتنك واجذبيه خليه يصير ملكك. الحقيقة أنا اشتريت قطعة سودا اليوم. ممتاز. البسيه اليوم بالعشاء يعني البسيه والفتيل ونظر قد ما فيكي. شكرا باي. مرحبا مدام تشافال. ما بتنقال تشافال، بتنقال تشافلا. تاء شين الف في لام. تشافلا غبيه. تاء شين الف في الف لام. تشافال انت الغبيه. اليوم المساء بورجيك. لك هي موهبة بحد ذاتها ولازم اتبناها بقلبي. عن أي موهبة عم تحكي؟ هي مشروع تأسيس لأكبر قمة خارقة بالعالم وبس نلتقي خلص. أنا ما عاد فيني أنطر أكتر من هيك حبيبتي. طول الليل بحنلك والوحدة يلي بحس فيها ما بكون عم فكر إلا بي بي بشو؟ بطولك؟ بطولك. شوفي عيونك شو عم بيقولوا. الحب والعواطف كلها والغرام والحنان كمان رح يكونوا إلك أنت وبس. كل هاي المشاعر رح يكونوا إلك حبيبتي. صح تذكرت عندي مفاجأة لإلك. عم تقول عندك مفاجأة لإلي؟ إيه هاي بحد ذاتها مفاجأة. مو مشكلة. شيل اللابتوب من ايدك ووقف بسرعة. يلا 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 طيب بسرعة. هاي وقفت. غمض عيونك نشوف. اتنيناتهم. اتنيناتهم؟ ايه اتنيناتهم. طيب بس لا تبوسني. ها فتح. يلا يلا ترى. شو هاد؟ شو؟ مشان المساء. أي مساء؟ لأنه بوبي بيصير نمر باللعبة. بوبي خلاص بس عيب بوبي. هذا هو المطلوب. خلاص بقى. كتير حلو. عيب. منيح كتير صدقني. ممتاز. هذا هو. بس بوبي استنى شوي. هذا هو بطل الليلة. شو هتلعب؟ كل شي جاهز. وفوق خلاص بقى كتير وحلو. شوف مرحلة شباب. شو إمتى رجعتوا؟ صار معكم شي جديد اليوم؟ بوبي انت هون؟ ايه بصراحة كنت رح روح بس بعدين قلت بضل شوي. راج كيف طالعة شو رأيك؟ سمينة حلوة. سمينة حلوة يعني خلاص. شايف كيف يضل بيقول عني لا سمينة. مستحيل بالعكس انت نحفانة كتير. ما هيك؟ لازم نروح العشاء. يلا جهز حالك. ايه ماشي. تليفون شغل. اهلين راج. ركز باللي عم قوله. عنا عشا عمل الليلة. حاجة فشل مزبوط. بكفي. التنوع هو طعم الحياة. بوبي لا رح أخده. لا بوبي. راج. راج انت حبيبي الغالي وجنتي الموعودة.
أنت من أي فيلم فاشل جبتي هالحكي؟ مو من فيلم، قريت هالحكي بكتاب وكمان بحبك تعمل رياضة بحركات سريعة وهيك تاخد لي عقلي، بتجنني جنان وفوقها أنت كتير حنون وقوي وحساس. بوجة بترجاكي ما عاد تقري هيك كتب بنوب راش. لك شو عم تساوي؟ إيه مو هذا بيتي؟ آه صح أنا نسيت. إيه هذا بيتنا؟ وفينا نعمل شو ما بدنا. لا حبيبتي مو بكل مكان فيك. راش أنا كتير متضايقة، أنت على طول مشغول بفشلك وبتضييع الوقت، فليش ما بتضل بالبيت ومنجيب ولد؟ أوكي حبي هي هي القصة. لك ليش ما قلتي لي هالحكي من قبل؟ لك تكرم عيونك. يلا حبيبتي رح ننسى عشا الليلة ورح نضل سوا بالبيت مشان نجيب أولاد. هنزل؟ لك إيه؟ يس. لا 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 ما بنقدر، ما فينا. ليش ما فينا؟ نحن بنقدر. فينا نجيب أولاد، ما بشك بهالموضوع، بس مو بالبيت. رح نجيب أولاد بالشارع يعني؟ لا قصدي إنه لازم نروح العشاء بالأول وبعدها منجيب أولاد. لك لا يهمك العشاء. إيه؟ لأنه لا فينا نأجله لوقت تاني. لازم نروح هلأ. لازم نروح هلأ. شلون أنا نسيت؟ عشان اليوم كتير مهم حبيبتي، كتير العشاء مهم. تمام. ما قلت لك؟ ايه صح، نحن بحاجة الصفقة هاي. صح، ولهيك لحتى أبهر الكل الصبح رحت على السوق. بعرف حبيبتي بعرف، وصلتني الفاتورة وجبت فستانين جداد. ايه بعرف، 25,000 من أشهر الماركات. مع إنه هالشي مو من عادتك بنوب. بس أنا هلأ قررت أتغير، رح أتغير يا حبيبي كرمالك. حلو كتير هالشي، بس اعملي معروف لا تتغيري هون في عالم. أنا بورجيك يا بوبي إذا ما بقتلك. وقتها تركتيني عم إلهد بقوة. كيف؟ شو قلت؟ هذا الحكي سمعته على التليفون كتير من قبل. عن جد؟ مع لحظات حلوة وممتعة مثل هاي. كأنه هالحكي ضمن مجال خبرتي. هات أعطيني. كأنه هي الورقة الثانية. وين الأولى؟ بصراحة بوبي أنا ما بعرف، لقيتها هون من شوي. وكمان فيها رسمات ورد حلوة. ها؟ وقتها أنت تركتيني عم بلهت بلحظات حلوة مثل هاي، وحالة حالة السرعة فجأة زادت عندي. حلو السرعة؟ شكله هذا الشاب بيحب الرياضة كتير يعني. ايه بعرف قديش صعب عليك تهربي من زوجك والظروف كمان سيئة كتير، بس انا كتير متشوق لحتى اشوفك. وانا كمان، بس وين الورقة الثالثة قلي؟ انا ما بعرف وينها، يعني انا قلت لك اني الورقة لقيتها هون. هي الحاسمة، لانه الاولى فيها رؤوس اقلام والتانية مملة لانه صفحك، اما الثالثة صدقني فيها تشويق كتير. هي اللي بتقراها كل يوم. صح تماما، مندور. اذا ما كان في تشويق بالحياة وقتها. لحظة انا هون لقيتها، لازم تكون بشي مكان. ما في شيء. دور منيح بوبي. نعم. خلص عرفت، فهمت كل شيء. اللي شو اللي فهمته؟ هاي ورقة من رسالة حب طويلة، وأكيد في ورق غيرها. مشان تعرف شو في بهالمخ. إيه بس بتعرف شو؟ شو رهش؟ أنا مو عاجبني كل هاد على فكرة. شو قصدك؟ قصدي إنه تشيلي وصلها رسائل مثل هاي ببيتي، فهذا الشيء ما بيعجبني أبداً أبداً. رهش؟ إيه؟ هاي الرسالة مو لتشيلي. ها وانت كيف عرفت بهالشي؟ لأنه حسب المكتوب وبهي الجملة بعرف انه صعب كتير عليك تهربي من زوجك والظروف سيئة كتير، مزبوط؟ ايه ايه صح. انا هلأ فهمت شو المغزى، لأنه تشيلي لسه مو متزوجة. بالضبط هيك، بالضبط. مين ممكن يكون غيرها؟ قلتك مين الزوج بهذا البيت؟ شابك بوبي، ما في زوج بهذا البيت غيري أنا. ها؟ 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 بوجه؟